السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي إلى كل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها، تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات، وصحة رمضان، صحة فطور الصائمين. تحية خالصة وخاصة إلى كل عائلات المختطفين والمفقودين واللاجئين واللي فقدوا الأولاد نتاعهم والأهالي نتاعهم في ظل هذه المأساة الوطنية، تحية خاصة. أردت أن أعلق في هذا التسجيل حول 3 قضايا، ونشوف من أن هذه القضايا الثلاث مرتبطة بعضها البعض. القضية الأولى هي إطلاق سراح نتاع محمد غربي. أنا متأكد من أنه فيه البعض يقولوا من أنه هذا الكلام فات وقته. والقضية الثانية هي القضية نتاع ما سمي بنصر الجن، والقضية الثالثة هي حول الإشاعة نتاع مقتل ابن الشيخ علي بن حاجة. وهذه القضايا الثلاثة بالنسبة لي هي مرتبطة بعضها البعض، سيما وأن النظام وعلى رأسه عبد العزيز بوتفليقة يحملون شعار تاع المصالحة. هذه المصالحة التي يكذبها الواقع كل يوم. هذا محمد غربي طلق السراح نتاعو بعدما حكمت عليه المحكمة بالإعدام، واعترف بالجريمة نتاعو من أنه قتل نائب عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومنتخب من طرف الشعب. قتله ولم يكتفي بقتله، بل وضع له راسه في زيبو حاشاكم. والغريب في الامر هو انه صرح هذا التصريح بعد اطلاق السراح نتاعو بمناسبة نتاع 5 جويلية 2011. يقتل ويعترف بالجريمة نتاعو من انه قتل، ولم يكتفي بهذا، بل حتى بعد الاطلاق نتاع السراح نتاعو يفتخر بهذه الجريمة. ويجد هذا محمد غربي من يدافع عليه ويطلب ويطالب بالإطلاق بتاع السراح نتاعو كون أنه مجاهد. هذا المجاهد الذي يقتل ابن مجاهد مسلم ويدير له الراس نتاعو حاشاكم في زيبو، ويقول له ما نخليش الدم نتاعك يسيح فوق الارض نتاع الجزائر كانها الارض نتاع باباه. وهذا ابن مجاهد من المجاهدين نتاع المنطقه، وانسان بيطري، يعني انسان مثقف، وكل ابناء المنطقه في سوق هراس يعرفوه. ابن مجاهد منتخب من طرف الشعب وفائز بالاراده الشعبيه يقتل، وهذا القاتل يطلقوه، وما زالت التهمة تلاحق هذا الضحية. شوفوا العجب العجاب، التهمة تلاحق هذا الضحية وهو في القبر تاعه، بينما القاتل يصرح ويمرح. في المقابل هذا نصر الجن حسب الشهادة التي وردت على موقع ضباط الأحرار، هذا الشخص قاتل أكثر من 300، أكثر من 300 جزائري قاتلها، ولا زال يتمتع هذا الشخص بالحماية، بل تمت ترقيته حسب ما تابعنا كنا في هذه الشهادة التي وردت على الموقع نتاع حركة ضباط الأحرار. وقولوا لك من أنه دولة العزة والكرامة، مجرم قاتل مئات الجزائريين، وكاين عدة شهادات تثبت من أنه هذا الشخص، وكاين ناس اللي حتى كانوا يخدموا معاه. وراكم سمعتوا الحوار الذي أجريته مع هذا الصادق مزياني،
وش قال عليه على هذا نصر الجد وغيره. وشوفوا الآن حول الإشاعة نتاع هذه مقتل ابن علي بن حاج. قبل ذلك حكموا عليه في المحكمة بالإعدام لأنه حسبهم تابع لتنظيم مسلح ويسعى إلى قلب النظام بالقوة. وشفتوا الحملة اللي مارسوها على علي بن حاج ليس من الآن بل منذ التأسيس نتاع الحزب نتاع الجبهة الإسلامية إلى يومنا هذا. والناس اللي عاشوا تلك المرحلة راهم تابعوا الكيفية نتاع الاعتقال نتاعو وتابعوا الكيفية نتاع اختراق الحزب نتاع الجبهة الإسلامية وفيما بعد حل هذا الحزب اللي فاز بالانتخابات في البلدية والولائية والبرلمانية وكانت عنده الأغلبية. شفتوا كيف حل هذا الحزب وكيف طورد أصحاب هذا الحزب وكيف تم نفي عناصر كثيرة من هذا الحزب وما زال منهم إلى اليوم راه ما زالهم منفيين. وشفتوا ماذا تعرض هؤلاء الذين انتخب عليهم الشعب من مضايقات من طرد من تعذيب من قتل وكثير من المضايقات اللي راهم الخاص والعام يعرفوها. الآن المقتل نتاع هذا نتاع ابن علي بن الحاج سمعنا وقرينا في عدة صحف ومن بين هذه الصحف الصحيفة نتاع أنيس رحماني منذ البداية نتاع الأزمة هو ينشر في الفتن وهو مختص كما يقال في الجماعات المسلحة كأن هذه الجماعات المسلحة جات من المريخ مش هما اللي داروها مش هما اللي خلقوها. مع أن الكثير من الشهادات التي تثبت بأن هذه الجماعات المسلحة تم تأسيسها في مكاتب نتاع المخابرات. حقيقة هو أنه فيه ناس عندهم توجه إسلامي وفرضوا عليهم هذا الخيار تاع حمل السلاح فرضوه عليهم لأنه لما انت تحل حزب معتمد ولما تضايق الناس وتمنحهم الكلام وتسعى للتشويه نتاعهم والابتزاز نتاعهم وتفرض عليهم العمل السري انت راك تأسس الى هذا المأزق اللي احنا وصلنا له. اذا هذا أنيس رحماني كان تحدث حول المقتل نتاع هذا عبد القهار ابن الشيخ علي بن حاج. ولتذكير فيه بعض الإخوة اللي راهم يتبعوا ويستمعوا ولكن مع الأسف الشديد هو أنه كثير من الناس ما يركزوش. كاين عبد الفتاح وكاين عبد القهار. كاين تسجيل وين هذا التسجيل موجود بحيث هو أنه هذا ابن الشيخ علي بن حاج في وقت من الأوقات كان يخطب في المسيرات وفي التجمعات. موش هو هذاك عبد الفتاح. كاين عبد الفتاح وكاين عبد القهار حتى باش ما تخلطوش بيناتهم. وكان علي بن حاج من انه انفى هذه الاخبار ومن حقه ذلك لانه هذا امر يتعلق بالعائله وربما عنده تداعيات كبيره لانه الامر لا يتعلق بشخصه ولا يتعلق بشخص هذا عبد القهار اللي قالوا من انه فجر نفسه. القضية أبعد من ذلك لأنه فيه ناس آخرين متعاطفين معاه. قضية لا تتعلق بشخصه وإنما تتعلق بفكر وهذا الفكر لا يعالج بالتحريض لا يعالج بالإشاعة وإنما يعالج بناس في المستوى عندهم حجة بتاع الإقناع عندهم الدليل عندهم البرهان وعندهم أيضا المعاملة بالتي هي أحسن لأن الإنسان العنيف هذا لما تجي ليه بالعنف يأكلك. كل الناس اللي ساهموا في التحرير وساهموا في القتل نتاع الجزائريين يجيهم نهار اللي يدفعوا الفاتورة غالية. وهالكلام مش أنا اللي نقوله لأنه هذا الناس مش هذه الطريقة
ليتوقفوا بها عن السلاح. راكم تشوفوا الان في المضايقات ليس على الناس اللي حملوا سلاح، وانما على الاطباء، على العمال، حتى على الناس اللي كانوا رافدين السلاح مع النظام، بينهم الحرس البلدي. راكم شفتوا الوضع الاجتماعي اللي راهم عايشينه. اذا هذا وضع عام، ما لازمناش يجيو ناس هادو متاجرين، هذا الناس النصابين والمحتالين، ويجيو ينفخوا في نار الفتنه وتسمعوا لهم. يجب التعامل مع هذه القضيه بحذر، وانصح المتعاطفين معه والمحبين والمناصرين هو انه يكظموا الغيظ نتاعهم، هو انه يخلوا هذا الامر يفوت، لانه هذا الناس راهم يحاولوا باي وسيله من اجل اشعال فتنه داخل البلد، حتى باش يلقى النظام الحجه ويلقى الدليل على جال باش يفلط، وعلى جال باش يزيد يفشل هذا الغضب اللي راه يزداد يوما بعد يوم. الان بقات القضيه نتاع علي بن حاج، هو حر، هذا راهو بنو، سواء مات ولا راهو في الجبل، المهم هذا بنو، ومن حقه هو انه باش ياخذ الجثه نتاعو اذا راهم قالوا من انه توفى نتيجه نتاع تفجير في جروحه ولا قتلوه، المهم هو من حقه على جال باش يحصل على الجثه نتاعو، ومن حقه على جال باش يدفنوا، هذا راهو بنو. ماذا لو كان ابن جنرال؟ ماذا لو كان ابن وزير؟ رانا نشوفوا احنا في دول كافية تروح وتجيب جثث مانيش عارف واش تفاوض عليها، وتعطي مليارات تاع الدولارات على جال باش يسترجعوا الجثث نتاعهم. هذو راكم انتم تعلنوا على الصحف من انه قتل، اعطيوه له. ماذا تريدون؟ تريدون اشعال فتنة اخرى؟ ما كفاتكمش هذه الارواح، اكثر من 250 الف قتيل، ما كفاتكمش هذه الاعتقالات، ما كفاتكمش هذه الاختطافات، ما كفاتكمش هذه الحرائق، ما كفاتكمش هذه الانتفاضات كل يوم، مازال مشيين بالبلاد مدينها للواد. يعني ناس سراق، ناس فساق، ناس فجار، ناس قتلة، ناس مجرمين، ناس مصاصين دماء. ولما واحد يقولكم، لما واحد يعبر، لما واحد يرد عليكم، تقولوا له انت راك انت العنف، انتم تقتلوا في الناس، والانسان اللي تقتلوه ما لازمش يقول اح، الراجل قتل، قتل، ويعترف بالجريمة نتاع القتل نتاعو، ومع ذلك تطالبون بإطلاق السراح نتاعو. وهذا مقتول يحاول يسترد الجثة نتاعو، وتقولوا له لا لا. اي منطق تحكموا به؟ اي عقل تميزوا به؟ وقال لك واشي؟ قال لك رمضان. رمضان حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. من هذا المكان، من هذا المنبر، اترحم على كل الجزائريين دون استثناء، دون استثناء، سواء كانوا من الذين ينتمون إلى النظام، أو من الذين كانوا ينتمون إلى الجبهات الإسلامية أو إلى تنظيمات أخرى. هذو كلهم جزائريين، وكلهم قتلوا نتيجة تاع فتنة لا ناقة لهم فيها ولا جمل. الناس الشوكر والمجرمين الكبار مازالهم هم اللي راهم كل يوم يرتزقوا بهذه الدماء وبهذه الاهات نتاع الجزائريين. ولكن للاسف الشديد هو انه اهل الحق ساكتين، يشوفوا في المنكر وساكتين، يشوفوا في التضليل على مستوى القنوات الاعلاميه، على الصحف، على الجرائد، في الشارع، في كل مكان، وساكتين. جاب لكم ربي هذا الفضاء الحر، ماذا بكم على جال باش تفضحوا وتكشفوا هذه الجرائم، وتكشفوا هذا الناس بالصوت والصورة.
إن أصبت في الأخير فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصحة الفطور صايمين.